السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، نزولا عند رغبة بعض المستمعين الذين طلبوا مني صور هذا الفيديو من المشجعين ملعب طنجة كبير ملعب عشرة ديال الشبابيك في كل منطقة، يعني الأمور التنظيمية تكون رائعة جدا. هنا الأبواب الإلكترونية ستدخل منها كما تلاحظون، الأبواب الإلكترونية جاهزة منذ وقت طويل. كيكونوا ثلاثة البوابات في كل منطقة. هنا الدروج ديال الطابق الاول، كل دروج كتلقى ثلاثه ديال البوابات، بوابه للطابق العلوي وبوابتين للطابق السفلي. غندخلوا بوابه ديال الطابق السفلي نكتشفوها جميعا. كل بوابه وكل منطقه كتلقى فيها التشوير، مدرج مراحيض مقصف. ملي كتدخل كتلقى التشوير عاوتاني ديال المقاعد. وهنا لازالت الاشغال جاريه على قدم وساق. هنا عمال النظافه ينظفون الكراسي، قد تم تنظيف الكراسي عده مرات. هنا في الجهه المقابله عمليه تثبيت الكراسي تسير بوتيره عاليه. بعد نمشيو لها ان شاء الله. هذا مقصف، هاك عمال الصباغه والنظافه كل يشتغل حسب تخصصه. هنا من منطقه لاخرى تلقى بوابه. هنا تجد ايضا بعض المرافق، خروج، متجر، مقصف، مراحيض. هنا التشوير الخاص بالمقاعد. هنا مركز الحريق، يعني المركب مجهز بجميع التحديثات وجميع ما يحتاجه المتفرج. هنا شيء مقابل للمنصة مباشرة جدا، مباشرة عفوا، على كرسي الاحتياط. المنصة الشرفية. هنا أرضية الملعب اكتسبت حلة رائعة، كانت بعض البقع يتم إصلاحها. هنا صورة من زاوية أخرى الجهة المقابلة، أيضا الكراسي تم تثبيت جزء كبير منها، لا زالت الأشغال جارية. هنا سنلج خارج الملعب أو خارج المنطقة السفلى بالأحرى، ونتوجه إلى المنطقة العلوية. هنا مراحيض في كل مكان، كاين مراحيض، كاين مقاصف ومتاجر كذلك، يعني الكل متوفر في كل منطقة. كاين كاميرات المراقبة مجهزة في عدة أماكن وعدة زوايا. هناك الأشغال جارية خارج أرضية الملعب. هنا الصعود إلى الدرج العلوي. في الطابق العلوي أيضا كاين مراحيض مجهزة.
كل شيء جاهز. نحاول نقرب لكم الصورة ما أمكن. هنا البقع تم التغليل على نسبة كبيرة منها. نشغل الجارية تحت بقر من الشاشة. هنا عملية تثبيت الكراسي. هنا تتم صباغة السياج الحديدي الواقي الرجاوي او اللون الازرق كما ترون في الملعب. صحيح جدا. الأشغال بلغت نسبة كبيرة. ما سبق هو الكراسي يتم عملية تثبيتها بسرعة كبيرة أيضا. بقي مرافق أخرى يتم إصلاحها. هناك موقف السيارات، عدة مواقف سيارات كبيرة جدا. هناك ملعب تدريب وتم إزالة الغطاء عن العشب الطبيعي. طبيعي على المستوى العالمي. قد تمت إزالة الأغطية. وهنا بالجوار ملعب خاص بقسم أقسام القوات. تتم عملية تثبيت الكراسي بسرعة فائقة كما قلت. رائع. أمطار الخير. الجو رائع جدا. هناك أشغال تهيئت بعد الأمور الإضاءة والأمور التي تستخدم في الاحتفالات. هذه منصات أو استوديوهات الصحافة. وهنا منصة الصحافة معلقين. هناك في الوسط منصة الشرفية. هنا منصة بعض الشخصيات. هنا منصة، أربع منصات أو خمس منصات للعموم.